الشعب تاع الجزائر بصفه خاصه الشعب تاع ولايه برج باريريج رانا مع المؤسسه العسكريه تاعنا اللي يقودوها ابنائهم النوفمبريين باديسين كونتر فرنسا وكونتر الناس اللي راه يدير في الفتنه تاع الموساد وتاع فرنسا وتاع الماك. رانا كونتر هذا الناس الفتانين اللي حابين يديروا لنا الفتنه في بلادنا. احنا مع المؤسسه العسكريه تاعنا اللي ضحوا على العلم هذا وعلى البلاد هذه، وحنا رانا مع الوحده الوطنيه ومع كل فئات وكل الهويات وكل القبائل تاع البلاد تاعنا، رانا اكل مع بعض خوه خوه، واللي حاب يخرج علينا حوس على بلاد واحد اخرى نقول له ما تريحش معنا روح. رانا هنا توحدنا الشعب الجزائري الكل بان نحيو هذه العصابه، نحيو بن صالح، نحيو بدوي، حوسوا نلقاو حل للازمه السياسيه تاعنا، لازم يتوحد الشعب الكل مع بعضه، هذه هي ويتنحاو كاع واحد يقعد فيهم. وزدتوا المكاسب، خليتوا ولاد الشعب. والله ما تحشموا، والله غير عيب عليكم. وتتنحاو بربي ان شاء الله تتنحاو. كيما اليوم تنحوا. انا واش نقول لهم؟ احنا نحيوهم الكل ونروحوا لهم الكل زنقه زنقه دار دار نشعلوا فيهم النار واحد ما يبقى واحد ما يبقى. وحنا ماناش خايفين من حتى واحد، الشعب هذا راح يقول كلمه واحده، راح يقول تغيير وراح يقول حكومه جديده وراح يقول جزائر جديده، والحمد لله ما دام كاين هذا الشعب وما دام هذه الشبيبه راهي تضرب من اجل جزائر جديده رانا له قدام. تحيا الجزائر ويحيا الشعب الجزائري ويحيا الشعب الفقير هو الغني.